صباح الخير، انا محمد حداد، رئيس تحرير بر الامان مركز البحوث والاعلام. انا حاليا في جنيف مغطي ونواكب في الجمعيه العالميه للصحه اللي تنظمها المنظمه العالميه للصحه. الموضوع اللي لفت انتباهنا اليوم واللي هو كان في قلب الجمعيه هذه هو النفاذ للادويه والشفافيه في قطاع الادويه. علاش الموضوع هذا مهم؟ وش معناها؟ معناها اي مصنع للدواء لازم يولي يقول على سوم الدواء اللي قداش تكلف له، قداش يبيع فيه للدول الاخرى، وقداش البحث على باش وصل للدواء هذاك تكلف. علاش المساله هذه مهمه؟ المساله هذه مهمه على خاطر قبل كل شيء الادويه هي مشكله يوميه في تونس. مثلا سمعنا انه فارماسي سنترال مده ما نجمتش تخلص كليوناتها، نسمعوا انه الكنام في مده اخرى ما عندهاش الدوايات المطلوبه، والا ثم شكون لازم يجيب لك مثلا دواء من الخارج. صحيح ثم مشكله نتاع فساد ولا نتاع حوكمه، هذه دايره محاسبات حكيت عليهم، ولكن ثم زاد عوامل خارجيه. العوامل الخارجيه نجموا نحكيوا على مثال، مثلا مثال الصندوق الوطني للتامين على المرض الكنام، اللي جزء كبير من الميزانيه نتاعو من 2008 و2018 يمشي مشى للدواء نتاع سرطان الثدي. الدواء هذايا من لي ميديكامون سبيسيفيك، الادويه الخصوصيه، الادويه هذه تهم الامراض الخطره، الامراض النادره، والا حتى الامراض المزمنه. يقول القائل تونس كي كانت تشري الدواء هذا كانت تشريه اغلى من فرنسا ونفس السوم هي والنغباش. علاش؟ على خاطر الاسوام هما نتيجه نتاع مفاوضات ما بينات المخبر اللي ينتج الدواء هذا، مثلا لهنا هو غوش مخبر سويسري، والدوله اللي شريته. وعلاش احنا نشريو فيه بالسوم هذيك؟ احنا نشريو فيه غالي على خاطر ما نجموش نشريوه من بلاصه اخرى. ثم حتى شركه اخرى لمده من 2008 و2018 كانت تنتج في الدواء هذا، بعد 2018 تونس وليت تشري من عند مخبر اخر على خاطر كانت الفرصه متاحه والملكيه الفكريه وفات بتاع غوش. باش نفهموا واش معناها شركه روش، هي رقم معاملات نتاعها 65 مليار دولار في 2018، الربح نتاعها 10 مليارات دولار، يمثل 80% من ميزانيه الدوله التونسيه في 2019. الأدوية هذه اسوامها ساعات خياليه، اما المشكله اكبر انه البلدان كيف ما تونس، اي البلدان ضعيفه متوسطه الدخل، ما تنجمش يكون عندها يعني سلطه نتاع مفاوضه نتاع نيغوسياسيون قويه برشا. كيف ما حكيت لكم الجمعيه هذه الهدف نتاعها كان في الجمعيه العالميه للصحه الحوار حول تحسين مستوى الشفافيه، وثم مشروع قرار يتناقش حاليا في الجلسه هذه، مشروع قرار حول الشفافيه نتاع اسعار الادويه، وهو مقترح من ايطاليا، اليونان، مصر، ماليزيا، البرتغال، وصربيا، سلوفينيا، جنوب افريقيا، اسبانيا، تركيا، واوغندا. القرار هذايا لو كان مثلا يتعرض للتصويت، تونس، المغرب، الجزائر يصوتوا ايجابيا، يصوتوا معاه. كيف العديد من الدول مع الشفافيه خاطرها تليعت من شريان الدواء الغالي، ويصوتوا فافورابلمون للمشروع هذايا. ثم بعض الدول اكثريتها المصنعه الادويه كيف امريكا، سويسرا، فرنسا، بريطانيا، هما اللي ضد شفافيه، ولكن رسميا هما معاه، ولكن في النقاشات اللي هي نقاشات سريه وراو برشا اليوم اقتراحات، عطاو برشا اقتراحات وتنقيحات اللي هما يدلوا اللي هما ضد. ثم برشا ضغط على مجموعة العمل اللي اليوم آخر يوم من العمل نتاعها، واليوم آخر يوم من الجمعية هذيك. كيف ما قلت لكم كان المفروض تكمل خدمتها النهار الأربعاء اللي فات، بعدها ولا نهار جمعة، بعد نهار السبت، اثنين، وأخيرا اليوم آخر أمل وآخر شانس، وباش يتم التداول في الموضوع هذايا في البلانيير. وإذا كنت تحبوا تتابعوا مقال القرار هذايا ننصحكم تتابعونا على صفحتنا بر الأمان، وإلا على الموقع نتاعنا باش تلقاو اليوم باش تتابعوا فيه مباشرة كل اللغات، وإلا باش تلقاو المقالات نتاعنا التحليلية والحوارات حول موضوع الصحة عموما ونفاذ الأدوية. نشكركم.